السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك ديالكم لتحفيزنا في نشر المزيد إن شاء الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدمو بعض التمارين التطبيقيه في الدرس ديال الموجات الميكانيكيه مستوى الثانيه بكالوريا. هاد التمارين اللي اختاريناها بالنسبه للدرس ديال الموجات الميكانيكيه لمستوى الثانيه بكالوريا. اذا التمرين الاول اتمم الجمل التاليه وانشر التبيانة وأشر التبيانة، معنا مكان النقط أو الفراغات خصنا نديرو بعض الكلمات أو جمل. إذا بالنسبة للسؤال الأول أتمم الجمل التالية وأشر التبيانة، تكون موجة مستعرضة عندما يكون اتجاه حركة نقط وسط الانتشار. خصنا نملؤ هذا الفراغ هنايا، خصنا نملؤ هذا الفراغ، خصنا نملؤ هذا الفراغ، الفراغ كذلك هنا وهنا. ثم نجاوب على السؤال الثاني والسؤال الثالث. اذا بالنسبه للشكل واحد، اذا هذا اتجاه ومنحى. اذا حنا عندنا بالنسبه الاتجاهات اللي كاينين في واحد الشكل اللي غادي نحدثو فيه واحد الموجه ميكانيكيه او تشويه، غادي يكون عندنا اتجاه ومنحى الانتشار، وغادي يكون عندنا اتجاه ومنحى حركة نقط وسط للانتشار. إذا بالنسبة لنا اتجاه ومنحى الانتشار، اتجاه ومنحى الانتشار، بالنسبة لهذه اتجاه ومنحى حركة نقط وسط الانتشار، ومنحى حركة نقط وسط الانتشار. نعم، بالنسبة لهنا اتجاه ومنحى الانتشار، وهنا اتجاه ومنحى حركة وسط نقط وسط الانتشار، حركة نقط وسط الانتشار. تكون الموجة مستعرضة، وهذا عطينا التعريف ديالو في الدرس. تكون الموجة مستعرضة عندما يكون اتجاه حركة وسط الانتشار عمودي على اتجاه الانتشار، عمودي أو عموديا على اتجاه الانتشار. أما بالنسبة للموجة الطولية، بالنسبة للموجة الطولية تكون موجة طولية عندما يكون اتجاه حركة نقط وسط الانتشار موازيا، هذا هو الفرق، موازيا لاتجاه الانتشار. السؤال الثاني، ما الفرق بين موجة المستعرضة والموجة الطولية؟ الفرق هو هذا هنا، بالنسبة هنا تيكون حركة وسط الانتشار عمودي، وهنا تيكون موازي، تكون أو الفرق بين الموجة الطولية والمستعرضة هو أن الموجة المستعرضة يكون فيها وسط الانتشار عموديا على اتجاه
الانتشار على عكس الموجة الطولية يكون اش موازي، يعني وسط الانتشار في الموجة الطولية يكون موازيا مع اتجاه الانتشار. بالنسبة للسؤال الثالث، اختر من بين الاقتراحات التالية الجواب الصحيح. اذا عندنا الاقتراح الاول، تنتشر موجة ميكانيكية في الفراغ، تنتشر موجة ميكانيكية مع انتقال المادة، تنتشر موجة ميكانيكية بانتقال الطاقة دون انتقال للمادة. إذا الجواب الصحيح هو الجواب أو الاقتراح الثالث. إذا هذا هو الاقتراح الصحيح. الموجة لا تنتشر في الفراغ، وعندما تنتشر الموجة الميكانيكية، لا تنتقل المادة، تنتقل الطاقة ولا تنتقل المادة، تنتقل الطاقة دون انتقال المادة. إذا هذا هو الاقتراح الصحيح، نعم. بالنسبة للتمرين التالي، عندما تحدث صاعقة في الأجواء العليا، نشاهد أولا، هذه ظاهرة تنشاهدها وعارفينها، نشاهد أولا البرق ثم نسمع صوت الرعد. إذا سمع شخص الرعد بعد مرور 5 ثواني، على مشاهدة البرق، علما أن سرعة انتشار الصوت في الهواء هي في تساوي 340 متر بار سكوند، وسرعة انتشار الضوء في الهواء هي سي تساوي 3×10^8 متر بار سكوند. السؤال هو أوجد المسافة دي الفاصلة بين الشخص وموضع حدوث الصاعقة. إذا بالنسبة ينتشر الصوت والضوء في الهواء انطلاقا من موضع ينتشر الصوت، إذا الجواب ينتشر الصوت والضوء من منبع حدوث أو من منبع الصاعقة حيث يقطع كل منهما نفس المسافة الدي التي تفصل بينهما وبين الشخص. إذا الصاعقة المكان اللي تتنبع منه، الصوت هو منبع الصوت وهو منبع الضوء في نفس الوقت، يعني تتفصل بيناتهم، ما بين المنبع ديال الصوت والضوء اللي هو منبع واحد، تتفصل بينهم وبين الشخص مسافة دي. حنا عارفين القواعد اللي نعبر بها عن السرعة بدلالة المسافة والمدة الزمنية. وهنا بعد مرور 5 ثواني، يعني هذه مدة زمنية، يعني الفرق ما بين مدة سماع الصوت والرعد ورؤية البرق هو 5 ثواني. إذا عندنا في تساوي دي على، بالنسبة لسرعة الصوت في تساوي 340 متر بار سكوند، بالنسبة لفي تساوي
دي على تي اثنين، في كتساوي دي على تي اثنين. يعني أن دي تساوي في في تي اثنين. إذا في أو دي تساوي في في تي اثنين، هذه بالنسبة لسرعة البرق. عفوا سرعة الصوت، في سرعة الصوت هذه هي المسافة الفاصلة بينهم اللي كنبحثو عليها. و تي اثنان هي المدة التي تستغرقها أو يستغرقها الصوت لقطع المسافة الد. إذا دي تساوي في في تي اثنان. ثم عندنا سرعة الضوء سي تتساوي كذلك تتساوي دي على تي واحد، لأن المدة الزمنية تختلف. ما كنسمعوش في نفس الوقت، صوت الرعد ونشاهدو البرق، لا تيكون واحد الفرق اللي هو عطاونا هنا هو 5 ثواني. إذا دي تتساوي سي في تي واحد، بحيث تي اثنان هي المدة الزمنية المستغرقة من طرف الصوت، أو التي يستغرقها صوت الرعد، المدة الزمنية التي يستغرقها الصوت أو صوت الرعد لقطع المسافة د. أما في راح نقول هي سرعة الصوت في الهواء أو صوت الرعد، و تي واحد هي المدة الزمنية التي يستغرقها الضوء لقطع المسافة د. إذا عندنا بحيث عندنا في سرعة الصوت وكتساوي د اللي هي كنبحثو عليها المسافة اللي كنبحثو عليها على تي اثنان اللي هي المدة اللي غادي يستغرقها الصوت لقطع المسافة د، وعندنا تي واحد المدة الزمنية التي يستغرقها. إذا الفرق بين هاد المدتين الفرق بيناتهم هو شحال؟ هو 5 ثواني. الفرق بينهما هو 5 ثواني، بحيث مع أن دلتا تي كتساوي تي اثنان ناقص تي واحد لتتساوي 5 ثواني. إذا عندنا في المعطيات سمع شخص الرعد بعد مرور 5 ثواني على مشاهدة البرق. إذا الفرق ما بين هذه المدتين الزمنيتين تي اثنان و تي واحد هو 5 ثواني. إذا إن شاء الله غادي نمسح السبورة ونكمل لكم الجواب ديال هذا السؤال هذا باش نحددوا المسافة دي. لدينا دي تتساوي في في تي اثنان، إذا فورمولي خرج تي اثنان باش نلقى التعبير ديال دلتا تي، إذا تي اثنان تتساوي دي على في، ولدينا سي تتساوي أو دي تتساوي سي في تي واحد، إذا تي واحد تتساوي
د على س، يعني ان ت2 ناقص ت1 تتساوي ت2 هي د على v ناقص ت1 هي د على س، يعني ان ت2 ناقص ت1 قلنا هي دلتا ت، يعني ان وعندنا دلتا ت هي 5 ثواني، يعني ان دلتا ت تتساوي د على v ناقص د على س، يعني ان دلتا ت تتساوي عندي واحد العامل مشترك هنا هو الدي، يعني الدي عامل واحد على في ناقص واحد على سي. إذا دي تساوي دلتا تي على واحد على في ناقص واحد على سي. إذا بقى لي دابا تطبيق عددي، فقط بقى لي التطبيق العددي باش نحدد دي، ومنهم التطبيق عدد باش نحدد المسافة دي، ومنه دي تساوي إذا دلتا تي قلنا هي 5 ثواني على واحد على في هي واحد على 340 ناقص واحد على سي هي واحد على 3 في 10 أس 8. إذا هذه بالثانية وهذه بالمتر بار سكون، هذه بالمتر بار سكون. إذا مطلوب مني هنا توحيد المقامات تتساوي، تبقى عندي خمسة هنا غادي نوحد المقامات، تبقى عندي هنا 340 في 3 في 10 أس 8، 340 في 3 هنا تولي عندي 3 في 10 أس 8 ناقص 340. إذا نضرب في المقلوب، يعني أنا الدي تساوي 5 في 340 في، أنا نضرب في المقلوب هنايا، في 3 في 10 أس 8 على 3 في 10 أس 8 ناقص 340 تتساوي 3 في 5 في 3 في 340 هي 15 في 340 في 10 أس 8 على 3 في 10 أس 8 ناقص 340. إذا هذه اللي حسبناها غنلقاوها كتساوي تقريبا واحد 1700 متر. إذا اللي حسبناها غنلقاوها، لأن عندي هذه بالمتر بار سكون، وهذه عندي دي لأن هنا عندي بالثانية، وهنا عندي بالمتر على الثانية، وبالمتر على الثانية تختزل الثانية مع الثانية تبقى عندي بالمتر. إذا تتساوي تقريبا واحد 1700 تقريبا 1700 متر، أو تساوي تقريبا 1.7 كيلومتر. إذا هذه التطبيق العددي ديال المسافة دي، احنا حددنا المسافة التي تفصل بين الشخص ومكان وقوع أو مكان حدوث الصاعقة، هو تقريبا 1.7 كيلومتر، أو بالمتر هو 1700 متر. إذا ما تنسوش، الله يجزيكم بخير، دعم القناة بالاشتراك وضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، واللي عنده شي حاجة ما فهمهاش في هذا الدرس ولا الدروس اللي دازت يخليها ليا في الكومنتات ونجاوب لي عليها ونعاود نشرح ليه كل شيء اللي خاصو إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.